أقرأ بعض ما ورد في هذه القصيدة، وتعتبر وصفة طبية وقائية علاجية. يقول: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والسخاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. إلى أن يقول: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء.